اليوم راح اسوي طبخه تشيكن باربيكيو بالطريقه الكوريه. بشوي بحط لكم خطوات. اول شيء نغسل الدجاج. عقب ما تغسلونه تخلون عليه حليب وتحطونه في الثلاجه لمده تقريبا نص ساعه عشان تودي الروائح والشوائب اللي فيه وما تطلع ريحه الاسفره. نحتاج جرين اونيون 4 وحدات وتقريبا 7 فصوص ثوم او جينجر. عقب ما قصصنا البصل والثوم نحتاج هوت بيبر بيست او رايس سيرو. حط الرايس سيروب الحين عشان يكون شويني ولذيذ طعمه. زيت السمسم نحط. فلفل اسود. ونخلطهم عدل. نحطه على الدياي. عقب نخلطه مع الدياي بيتنا. نبتدي نشوي. الليكويد الهني زايد. نفرد مرة ثانية نحط عليه. خلنا نضيف بضعة. يا ما يحقها.